ازاي عكست الصلع الوراثي؟ السلام عليكم. الاول انا عمر من موقع فارماكوجون، النهارده هكلمكم عن ازاي عكست الصلع الوراثي، ودلوقتي يعتبر عندي كثافه شعر اتقل من اللي كانت عندي وانا عيل صغير. فهات كوبايه قهوه كده وتعالى، لان المعلومات اللي في الفيديو ده في غايه الاهميه وتهم اي حد. اللي ما يعرفنيش او يعرف الموقع ده بيقدم ايه، انا بقدم محتوى عن الادويه في صوره مقالات، مع التركيز في الوقت الحالي على ادويه تساقط الشعر والصلع الوراثي. وكان دايما ليا اراء سلبيه حول منتجات علاج الصلع الوراثي وتساقط الشعر المتواجده في الاسواق وترويج الدكاتره او صناع المحتوى ليها. فالنهارده هحكي لكم قصتي في عكس الصلع الوراثي من الالف للياء. اولا، في بدايتي انا لاحظت الصلع الوراثي وانا عندي 17 سنه، وان شعري بدا يخف من المنطقه الاماميه والخلفيه تدريجي. برضو عيلتي تقريبا كلها صلع، مفيش حد فيهم شعر سليم. وقتها كنت في ثالثه ثانوي، ما كنتش مهتم قوي بشعري وكده. بعد ما دخلت اولى جامعه لاحظت ان الصلع بدا يزيد تدريجي. في اول حاجه عملتها سالت دكاتره، قالوا لي كلام زي لازم تعمل جلسات بلازما، انت لسه صغير ما تخافش، بلا بلا بلا، مع اني ملاحظ ان شعري عمال يسحب تدريجي واحده واحده. ودكاتره تانيين كتبوا لي بنتجار وفيتامينات. وقتها ما كنتش عارف اي حاجه عن الصلع الوراثي او البحث او اي حاجه، بس جه في بالي تفكير واحد، هو انا كنت باكل كويس وبروح جيم، فازاي عندي نقص في الفيتامينات هو اللي مسبب لي الصلع الوراثي؟ وببص حواليا الاقي ناس بتشرب سجاير، عايشه على المولتو والبسكوت، طلع لهم شعر في قرتهم حرفيا من كتر الشعر، وانا مهتم بالاكل وباكل كويس يطلع عندي صلع وراثي وعلاجه الفيتامينات. فاكيد الموضوع مش بيتعالج كده يعني. فبدات ابحث عن الصلع الوراثي شويه وازاي بيحصل، طرق علاجه المتاحه، واقرا قصص نجاح الاخرين على النت في عكس الصلع الوراثي. ولقيت ان كل الحاجات اللي الدكاتره بتقولها هنا، سواء العلاجات المتاحه او الفيتامينات او الشامبوهات او البلازما، بلا بلا بلا، كل ده هكس. وبدات استخدم دواء اسمه فيناسترويد من سنه 18 سنه. وقتها ازداد بحثي في موضوع الصلع الوراثي وبدات ابحث اكتر عن الموضوع. فانا استخدمت الفيناسترويد من وانا عندي 18 سنه، وهو واحد من اكتر الادويه جدلا على الاطلاق. تدور على النت تلاقي اشخاص بتحكي قصص مرعبه عنه، سواء في الضعف الجنسي او الانتصاب او الشهوه والاكتئاب والانتحار. والجانب الاخر بيشكر في الدواء وبقاله سنين بياخده وحافظ على شعره بيه. فتعال اقول لك كده على السريع ايه الصح وايه الغلط في موضوع الفيناسترويد. اولا، الفيناسترويد كدواء هو من فئه الادويه الفايف الفا ريدكتيز، وبيستخدم لعلاج تضخم البروستاتا بجرعه 5 مللي جرام، وجرعه 1 مللي جرام هي الجرعه المصرحه لعلاج الصلع الوراثي او اندروجينيك الوبيشا. الدواء ده بيشتغل عن طريق ان هو بيمنع تحويل التستوستيرون الى هرمون الدي اتش تي، اللي هو الهرمون الاعنف والاكثر اندروجينيه على بصيله الشعر، وبيتسبب بعمليه اسمها هير فوليكل مينيتشرايزيشن. الفيناسترويد كفيل بوقف تقدم الصلع الوراثي لاكثر من 90% من الاشخاص، هو الخطوة الأولى الناجحة في أي بروتوكول لعكس الصلع الوراثي أو حتى علاجه. طب إيه اللي بيخلي الناس ما تستخدمش الفيناسترويد أو الدكاترة ما بتنصحش بيه؟ ده لأنه من أكتر الأدوية اللي عليها إشاعات مغلوطة، وحاجات زي بي إف إس اللي هي بوست فيناسترويد سيندروم، ريفلكس هايبر أندروجينيسيتي، وهل هو بيزود المستقبلات بتاعة الأندروجين ولا لأ، وناس ثانية تقول لك إن هو بيقلل التستوستيرون وإلى آخره. طبعا كل الكلام ده هكس، بس ده مش موضوع الفيديو بتاعنا. هنا الموضوع ايه الحاجات اللي انا استخدمتها عشان عكس الصلع الوراثي. الفيناسترويد استخدمته لمده سنتين، ولحد دلوقتي لسه مستمر عليه. وبصراحه الفيناسترويد ما جابليش اي اعراض جانبيه، وانا جربت جرعات كتيره، بدايه من الواحد وربع يوميا، اللي هي بتقسم البروسكار تابلت اربع اجزاء وتاخد كل يوم ربع، وكنت بستخدم ساعات برضو الواحد وربع ده اللي هو الربع كل يومين وكل ثلاث ايام. بصراحه ما فرقش معايا كتير استخدمه مره يوميا او مرتين او ثلاثه، بس اللي كنت بلاحظه ان انا لما بستخدمه بصوره مش يوميه كان معدل التساقط اليومي بتاعي بيزداد. بس حاليا بستخدمه اللي هو ربع القرص اللي هو 1.25 مللي جرام مره كل يومين. وبقالي شهرين كده بجرب في دوتاسترايد جرعه اسبوعيه نص مللي جرام كل اسبوع، بس ده هيكون موضوع فيديو اخر يعني، ومفيش اي داعي انك تستخدم الفيناسترايد والدوتاسترايد سوا، بس انا بجرب حاجه يعني وابقى اعمل عنها فيديو. تاني حاجة استخدمتها في رحلتي لعكس الصلع الوراثي هو المينوكسيديل. المينوكسيديل هو أفضل محفز نمو في الأسواق، وزيه وزي الفيناسترويد مليان برضه بإشاعات كتير، سواء في طريقة عمله والأعراض الجانبية منه. في الحقيقة أنا بدأتش المينوكسيديل مع الفيناسترويد، ودي كانت غلطة نوعا ما يعني، والسبب إن وضع حاجة موضوعية يوميا كان فكرة بالنسبة لي سيئة قوي، والتزام رخم بالذات إن أنا بنسى الحاجات اللي زي دي. بس بدأت استخدمه لأن على الرغم إن الفيناسترويد عامل لي نتيجة ممتازة، بس المنطقه الاماميه عندي كانت ضعيفه الى حد ما، فقلت اجرب المينوكسيديل. وتجربتي مع المينوكسيديل ايجابيه جدا، ما لاحظتش تساقط مؤقت اللي بيحصل في بدايه الاستخدام لبعض الاشخاص، لاحظت زياده في كثافه الشعر نوعا ما. لو انت عايز تقارن، في اول فيديو رفعته على القناه هنا ما كنتش بستخدم المينوكسيديل، ودلوقتي بستخدم المينوكسيديل، فانت ممكن تقارن بين دلوقتي والفيديو ده وتشوف في تحسن ولا لا.
بستخدم المينوكسيديل 5% مرة واحدة في اليوم بالليل، وعلى الرغم ان الناس بتقول لك لازم مرتين، بس المينوكسيديل فعال كجرعة واحدة يوميا. ده بسبب ان الهاف لايف او العمر النصفي للمينوكسيديل الموضعي 22 ساعة، عكس الحبوب اللي الهاف لايف بتاعها حوالي 4 ساعات، واللي خلى الناس او شركة الاف دي اي تقول ان لازم مرتين في اليوم. بس عادي مرة كفاية، وبتخليني بصراحة التزم بصورة اكتر وانا مرتاح نفسيا. وكمان انك تستخدم المينوكسيديل مرة واحدة في اليوم ده بيقلل من فرصة القشرة والحكة والالتهابات اللي بتحصل مع استخدام المينوكسيديل، فلحد دلوقتي هستخدمه مرة واحدة بس في اليوم. تالت حاجة استخدمتها كانت الديرما رولر، ودي واحد من اكثر الادوات المتعددة المهام في عالم الجلدية او الديرماتولوجي، اللي هي الديرما رولر، واللي البنات بتقوم باستخدامها بهدف تحسين البشرة وتحسين الكولاجين ومحاربة العجز. ولكن اللي متعرفوش انها اداة ممتازة لعلاج الصلع الوراثي. الديرما رولر ده بيكون عبارة عن جهاز بيكون فيه حاجات شبه الإبر، ده شكلها، بتقوم بعمل ضرر في الجلد من غير ما تضر طبقة الإبيديرمس، وده بيؤدي إلى تفعيل سلسلة من الأحداث الكيميائية المتعلقة بالاستشفاء من الجروح وتحرير العديد من عوامل النمو، اللي هي الجروس فاكتور زي البي جي اف اللي هي البلاتلت درايفد جروس فاكتور، وتي جي اف اي وتي جي اف بي اللي هم ترانسفورمينج جروس فاكتور اي وبي وغيرهم يعني. ده غير ان الحفر الصغيره اللي بتسببها بتؤدي الى تحسين امتصاص المينوكسيديل، وكمان بتزود من نشاط الانزيم اللي هو السلفو ترانسفريز، اللي هو الانزيم المسؤول عن تحويل المينوكسيديل للماده الفعاله مينوكسيديل سلفيت، اللي بعض الاشخاص بسبب النقص في الانزيم ده المينوكسيديل ما بيعملش معاهم نتيجه. انا بستخدم ديرما رولر بمقاس 1 ملي متر يوميا بعد استخدام المينوكسيديل او قبل على حسب انا مستحمى ولا لا، وبحاول ان يكون الضغط عمودي اللي هو كده بدل من حركة الرول. وبيقولوا انها بتحسن الضرر اللي بيحصل بدل من حركة الرول، بس الله اعلم يعني، مش موضوع الفيديو ده. بستخدم الديرما رولر مع المينوكسيديل للاسباب اللي فاتت، وان في دراسة تمت على المينوكسيديل والديرما رولر كانت النتائج افضل باستخدام العلاجين سوا من استخدام واحد بس. بس هل الديرما رولر كفيلة لنمو الشعر بدون استخدام المينوكسيديل؟ في الحقيقة مفيش دراسة تمت على الديرما رولر لوحدها لحد دلوقتي، كل الدراسات كانت بتستخدم الاتنين سوا، فما اعرفش الديرما رولر لوحدها ايه نتائجها على نمو الشعر. بس لو انت بتستخدم مينوكسيديل فالديرما رولر دي زي حاجة لازم تعملها يعني، وتضيفها للروتين بتاعك. ولو انت بتدور على مصدر انك تشتري منه الديرما رولر، فانا عارض الديرما رولر على الموقع بتاعي، ولو كتبت كود فارماكو 20 هتاخد خصم 20 جنيه بعد الشحن يعني. رابع حاجة واخر حاجة استخدمتها هي زيت الخروع الفموي او كاستر اويل، واحد من اشهر الزيوت في علاج الصلع الوراثي او التجميل الشعر عموما. بس الناس اللي ما تعرفوش ان شرب زيت الخروع ممكن يكون ليه فايده كبيره لنمو الشعر، ده بسبب تاثيره على البروستاجلاندين ونمو الشعر. مفيش دراسه مفيده على زيت الخروع ونمو الشعر، بس دي حاجه بضيفها يوميا 1 ل 5 مللي يوميا من زيت الخروع. واللي بلاحظه لما بستخدم زيت الخروع ان معدل النمو بيكون اسرع من المعتاد والشعر انعم من الطبيعي. بس ده تجربتي الشخصيه، او ممكن تقول لي الانكدوت الريبورت بتاعي، وعامل عنه فيديو لوحده وليه الشرب منطقي يعني انت تستخدمه موضعي. بس اعرف ان بستخدم 1 مللي ل 5 مللي يوميا. من حيث الشامبوهات بقى، سواء شامبو هيد اند شولدرز او نيزورال او نيزابيكس اللي فيهم ماده الكيتوكانازول 2%، فدول يعتبروا الشامبوهات اليوميه اللي ببدل ما بينهم. بس انا بصراحه بفضل هيد اند شولدرز، على الرغم ان النيزورال ممكن يكون له دور في علاج الصلع الوراثي لبعض الاشخاص بسبب كونه مضاد فطريات ومضاد دي اتش تي ضعيف، بس في الاستخدام اليومي ما لاحظتش منه اي نتيجه في اطار الصلع الوراثي. هيد اند شولدرز مريح اكتر في الاستخدام اليومي، وبرده ماده الزنك بايريسيون اللي فيه مفيده في نمو الشعر. فبصراحه نيزورال بسيبه لو القشرة عندي زادت قوي، فبستخدمه يعني مثلا مرة كل شهر أو شهرين. بس هيد اند شولدرز يعتبر هو الشامبو اليومي بتاعي، وما تسمعش كلام الناس اللي بتقول إن الشامبو اليومي مضر أو بيوقع الشعر، وبالذات لو أنت شخص زيي وبتحتاجه بصورة يومية بسبب إنك بتروح الجيم وبتتمرن وتتحرك وتجري، فلو ما استخدمتوش شعري بيبقى مقرف نوعا ما. وده الروتين بتاعي في عكس الصلع الوراثي. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وفولو على انستجرام تيك توك، أو تخش على الموقع فارماكوجون.com تعرف المزيد عن الصلع الوراثي. واستنى الفيديوهات الجاية اللي هتكلم فيها عن الإشعاعات حول أدوية الشعر والمكملات والأدوية عموما.